تاخد من كلام حضرتك اللي كنت تقوله من شويه فكره ان لو كان موسيماني لو كانت خلصت المباراه بنتيجه 5-6 كان هيبقى احسن مدرب في الكون والعكس صحيح. هو ده معناه ان احنا كجماهير بنتعشم زياده ولا ده معناه ان احنا كجماهير قلابه؟ بمعنى لو حضرنا لحظه مش على هوانا وشفنا اداء مش على هوانا نقول مش هينفع الكلام ده وانتوا ازاي وكذا وكذا، والعكس صحيح برضه. يعني ده عيب في الجماهير وعشمها ولا ايه؟ هو ولا دي طبيعه الامور في كره القدم؟ دايما جمهور النادي الاهلي عنده طمع، يعني طمعان في فرقته وطمع مشروع وطمع مشروع طبعا. لان احنا نادي بطولات ومش عايز البطوله تضيع من النادي الاهلي. لكن احنا بنتكلم واحنا بعيد، احنا مش في المطبخ طبعا. يعني موسيماني في المطبخ عارف لعيبته دي شكلها ايه، مين المجهد، مين اللي يقدر يكمل المباراه، مين اللي يقدر يكمل مثلا 60 دقيقه وابدا اغير واحد غيره. هو بيحط سيناريو للمباراه على قد امكانيات فرقته وعلى قد الحاله البدنيه والحاله الفنيه للعيبه. فلما بنتكلم من بره كل واحد حر، ده موسيماني ده ما عندوش فكره، واحد يقول لك لا ده موسيماني ده مدرب عالمي ده كذا ده كذا، بس النتائج هي اللي برضه بتخلي الناس تقول رايها في بالوحش او بالحلو. لكن احنا يعني امبارح موسيماني كان رائع، حط تشكيل كويس جدا، تغييراته في وقت مناسب جدا. يعني لما غير ايمن اشرف غيره عشان خاف لا يضيع منه في المباراه اللي جايه، ما هو كان واخد انذار واتنرفز وطلع عن المود طبعا. بتاعه نزل بيكام مكانه برضو لما لقى فيه شويه اجهاد وشويه عايزين نمسك نص الملعب بدا يغير ويجدد نشاط الفرقه. هو بدا المباراه بتشكيل اولا الزم السولية وأليو ديانج بالتمركز كويس جدا في نص الملعب، لان احنا كان الماتش اللي قبليه في القاهره كان أليو ديانج كان عنده حريه انه يطلع، عند السولية كان عنده الحريه انه يطلع، فكانت حته القلب فاضيه شويه. ده اللي اداهم فرصه بالثلاث فرص اللي جولهم يضيعوا واحده ويجيبوا اثنين. كان لو تلاحظ ان سوليا واليو ديانج كان في تمركز، كانوا عاملين ربط بين الفراوده وبين نص الملعب. لما بنفقد الكوره كانوا بينضموا للرباعي خط الظهر، فكنا دايما مقفلين سايبين الحريه الكامله. ودي انا بحيي فيها موسيماني ان هو ساب الحريه في التحرك لمحمد شريف واجاييه في ان ده لما يروح ناحيه اليمين ده يروح ناحيه الشمال، والحركه وحريه الحركه دي خلت محمد شريف اللي هو بيلعب ناحيه اليمين جه ناحيه الشمال وحط الهدف الاولاني، ادى حريه لقفشه ان هو يتحرك زي ما عاوز في 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 الحته اللي تحت الفراوده كلها، ولما اتحرك فيها احرز الهدف الثاني. قفشه على طول بيتحرك براحته، يعني هو اصلا بيعتبر بلاي ميكر قفشه. أيوة بس بالزبط. الاداء بتاعه كان برضو، هرجع للنقطه دي، الاداء كان مختلف. يعني انا مع ان التكتيك المره دي او المباراه امس كان اكثر من رائع بصراحه، ما هو ده تكتيك، ولكن الاداء يعني بتاع اللعيبه كمان في فرق. لو سواء هنتكلم عن طاهر او هنتكلم عن قفشه تحديدا كمان عشان هم اللي احرزوا الجولين يعني من الثلاثه، فعلا كان ادائهم حتى مختلف، حتى لو عندهم نفس الفرص بس في حاجه اختلفت امبارح. احنا شفنا روح الاهلي عادت مره اخرى، لا ما هي وكان ما في صحوه، يعني هو ده اللي احنا نعرفه. بص حضرتك، احنا من اول النادي الاهلي ما اتنشا احنا روح البطوله والرغبه في الانتصار والرغبه في احراز بطوله